مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج فكر وفن وتشاهدون معنا. فيلم أثينا استشراف أم مصادفة لأحداث فرنسا الأخيرة؟ فيلم بيت الروبي يحقق أعلى الإيرادات أيام العيد في تاريخ السينما المصرية. المايسترو اليمني محمد لقحوم يطمح لمشروع سيمفوني ينقل التراث الموسيقي العربي إلى العالمية. تنبأ فيلم أثينا الذي أنتجته نتفليكس بأحداث العنف والشغب التي تشهدها فرنسا، وذلك قبل وقوعها بعام. والمفارقة أن ما شهده الفيلم من أحداث مقارنة بالواقع هي مشاهد قريبة من بعضها جداً، لدرجة أن محامي الفتى إيدير في الفيلم نفسه محامي الشاب نائل في الواقع. أضحت احتجاجات الشارع الفرنسي خلال هذه الأيام بالنسبة للبعض وكأنها تحصيل حاصل، خصوصاً عند كل من شاهد فيلم أثينا على شبكة نتفليكس، حيث الأحداث نفسها مواجهة يشتعل فتيلها بين شباب مغاربيين والشرطة في الضواحي الباريسية بسبب قيام شرطي بقتل فتى لم يتجاوز بعد مرحلة المراهقة. إنه الوجه الآخر لباريس عاصمة الأنوار في فيلم أثينا، مأساة تعيشها بعض العائلات وعشرات الشباب في أحياء الضواحي لعقود، لا لشيء سوى لأن أساليب إدماج واندماج هذه الفئة من الشعب الفرنسي كانت غير واضحة المعالم. مأساة اجتماعية لا تزال نخبة المثقفين والسياسيين تعزها لسياسة فرنسية تم انتهاجها بعد الحرب العالمية الثانية، إذ لجأت فرنسا إلى أجداد وآباء هؤلاء الشباب لإعادة بناء ما دمرته الحرب، فوجد غالبيتهم أنفسهم يعيشون في الهامش في ضواحي المدن في أحياء شبه مغلقة على نفسها في انفصال تام عن البوتقة الفرنسية الكلية. وهذا شكل الفرصة المواتية لتسلل الشعور بالإهانة إلى دواخل ذواتهم في بلد يعيشون فيه جيلاً بعد جيل. مشاهدو فيلم أثينا، هذا الحي الذي يسكن مخيلة المخرج واستمده من واقع أحياء بعض المدن في بلاد مولير، أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي لدى الجاليات المغاربية التي اعتبرته مسيئاً لها، بينما رأى اليمينيون الفرنسيون أنه يدق ناقوس الخطر. تضارب في الآراء سيستمر بشأن المواجهات بين شباب ضواحي المدن الكبرى في فرنسا، واقعاً أو خيالاً، عبر الأعمال الدرامية من أفلام أو مسلسلات تلفزيونية، مع عدم توصل المسؤولين في فرنسا إلى حلول ناجعة لإدماج هؤلاء الشباب وتوعية بعض أفراد أجهزة الشرطة بأن هؤلاء الشبان ما هم إلا جزء لا يتجزأ من فرنسا وشعبها حالياً، وأنه من الضروري منحهم الإحساس بالانتماء للوطن بما يتجاوز كونهم أشخاصاً سجلت أسماؤهم في بطاقات الهوية أو جوازات السفر الفرنسية لا غير. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الناقد السينمائي إدريس القري. أستاذ إدريس، مرحبا بك معنا في فكر وفن. هناك وجوه شبه كثيرة بين فيلم أثينا وأحداث فرنسا الأخيرة. السؤال، هل هي خيالات سينمائية أم أجندات مخطط لها كما يردد البعض؟ كيف نفهم هذه المصادفة؟ أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين أخسامي. الواقع لأن هذا النوع من الأفلام القوية، أفلام ترتبط بالواقع بشدة، أفلام ربما تنطلق من إيمان من طرف المخرج بأن السينما ليست لهوا وتجزية للوقت، بل هي نوع من المساهمة في التفكير وفي إثارة الواقع والتفكير فيه والتفكير في جوانبه الأكثر إثارة والأكثر مدعاة للتفكير ولمحاولة المساهمة في، ليس في وضع الحلول، فالحلول هي في أيدي دائما السياسيين بالدرجة الأولى. ولكن فيلم أثينا هو فيلم فعلا به نوع من استشراف المستقبل، نوع من قراءة المستقبل بين مزدوج التجربة، بالطبع ليس بالمعنى الميتافيزيقي ولا بالمعنى الأسطوري، بل بالمعنى الفني الذي يرتكز على معطيات الواقع.
هو هذا الفيلم ليس صدفة على الإطلاق، لأن هنالك أفلام أخرى كثيرة مع الأسف ليست لا تشكل نسبة عالية من الإنتاج السينمائي عموما، ولكن هي أفلام ترتبط بالواقع و ربما ترتالي حالة هذا الواقع، ولكنها تنطلق أيضا من معطيات، لأننا نعلم على أن علم المستقبليات عموما لا ينطلق من فراغ، ينطلق من استقرار الماضي وما وصل إليه، ويمكن رؤية بعض خطوط المستقبل الممكنة. فحيثما كان الاحتقان، حيثما كان الفشل في الإدماج والاندماج، حيثما كان فشل السياسات الإدماجية، لا بد من توقع عنف تمرد معين. السؤال هو أن السينما عندما تقرأ هذا الواقع وتتوقع أو تتكهن أو تقدم طرحا ممكنا في المستقبل حول الأبعاد أو المضاعفات التي يمكن ينتجها هذا الواقع المختل، طيب، غير السوي غير العادل، تقدمه بشكل جميل، بشكل مثير، بشكل قوي، بشكل يحمل شحنات كبيرة جدا، ولكنها تكون أمام أيضا أمام إشكالية التأويل والتفسير. طيب، ولكن لماذا سمي هذا الفيلم فيلم أثينا بهذا الاسم المبتعد عن الواقع الباريسي؟ ما السر وراء التراجيدية أو اليونانية فيه برأيك؟ ربما يبدو على أن الفيلم وقد شاهدته كاملا، يبدو أن الفيلم أولا من يجمع ما بين صفتين أساسيتين في الكتابة السينمائية، الكتابة الواقعية، فهو يرتبط بالواقع ويعلن منذ البداية على أنه يستند إلى وقائع حقيقية، وأعتقد على أن الوقائع الحقيقية هي وقائع على الأقل ثلاث تمردات أو انتفاضات التي وقعت في ضواحي المدن الكبرى بما فيها باريس في فرنسا طيلة العشاريتين الماضية والحالية، الماضيتين يعني بعد 2000 وبعد 2010، والآن هو نوع من التتويج. ولكن المسألة الثانية هو أن مسألة أثينا، أثينا هي الحي طبعا، ولكن هي تدعو إلى التفكير في الواقع، فعندما ترى ذلك العنوان أثينا فأنت أول ما يبدر في ذهنك هو مدينة أثينا في إنجلترا في اليونان، ومدينة أثينا إذا كان شيء يميزها بالإضافة لبلاد المسرحي والألعاب الأولمبية فهي تتميز بكونها الفضاء الذي نطق فيه المهمشون باسم الفلسفة والفلاسفة ابتداء من السوفسطائيين مرورا بسقراط، نعم، و عبروا عن المعارضة، عبروا عن الرأي الآخر، عبروا عن ما يعانونه، عبروا عن، وربما هنالك نوع من الاستلهام ولو بشكل غير واعي من طرف المخرج لمعنى أثينا، إلا أننا سنلاحظ بالطبع كما نلاحظ في الفيلم على أن نهاية هذا التمرد أو نهاية هذه الانتفاضة كانت مأساوية في حد ذاتها، وهذا شيء آخر، لأن التمردات غالبا ما تنتهي إلى الفشل، لأنها كي تنجح ينبغي أن تكون هناك أذن صاغية من جهة، كما ينبغي أن تكون أن تؤدي إلى الثورة، والثورة تحتاج قيادة، والقيادة تحتاج نظرية، والنظرية إلى آخره. الأمر معقد عندما ندخل في هذا المستوى من التحليل. واللافت أستاذ دريس أنه هذا الفيلم لاقى انتقادات، يعني لاقى انتقادات لجهة أنه يعزز الصورة النمطية لأبنياء الجاليات العربية والإفريقية والجاليات المسلمة، وكأنها تتعاطى المخدرات، تمارس العنف، تتمرد عن السلطة. في المقابل اليمين المتطرف رأى فيها أنها تسيء للشرطة وتخدم المقولة القائلة أن الشرطة تقتل. برأيك إلى أي حد كانت يعني تعاطي المخرج موضوعي ومحايد في تناوله لمثل هذا الفيلم؟ أنا كنت دائما أقول في الكتابات وفي المساهمات الأخرى على أن الفنون أو الصناعة الفنية عموما وعلى رأسها السينما نادرا نادرا إلى درجة كبيرة جدا ما يكون هنالك فيها فيلم يخون ثقافته ووطنه. فالصناعة السينمائية دائما ومهما كانت درجة طابع النقدي تجاه الوسط والثقافة والمجتمع والدولة التي تصنع فيها، حتى وإن كانت قوية النقد فهي في نهاية المطاف تبقى راضخة وتبقى في خدمة ثقافتها وبلدها وموقع ذلك البلد ومكانته على المستوى العالمي. إذا أخذنا فيلم أثينا هذا سنلاحظ على أنه بقدر ما هو نقد لادع
لاستعمال العنف من طرف الشرطة، ولكن عندما تأخذ الحكاية والفيلم من بدايته إلى نهايته ستلاحظ على أن المنتفضين كريم وعبدل والثلاثة ما بين الذي يبيع المخدرات ويشتغل فيها وما بين البطل العسكري الذي عاد بالأوسمة إلى آخره وما بين المراهق ابن 17 ربيعا الذي انتهى في النهاية إلى الموت لأنه لم ينصت لا لأمه ولا للعقل ولا لأخيه الأكبر ولا للقانون ولا لأي شيء، بل كلهم ما يقودهم هو الانفعال، ما يقودهم هو المصلحة الشخصية، ما يقودهم هو نوع من الحقد الناتج والطاقة السلبية الناتجة عن عدم قدرتهم على الاندماج. وعندما نقول الاندماج هي القدرة على إيجاد موقع ومكانة داخل سياق النظام العام والقوانين الجارية في تلك الثقافة التي هاجر آباؤهم أو أجدادهم إليها، وهذه مشكلة أزلية معروفة هي من المشاكل ديال الهجرة عموما، ليس بمعناها المعاصر اليوم التي هي أحد الإشكالات الكبرى، والهجرة بمعناها العام كما نعلم هي شيء إيجابي لأنه يؤدي إلى التثاقف والتبادل، ولكن الهجرة منذ ظاهرة الاستعمار قسرية كانت أو استغلالية كانت وهي في الغالب من هذه الأشكال، أو يضاف إليها الآن نمو المدن الكبرى ونمو التكنولوجيات الجديدة إلى آخره. الفيلم يحمل رسالة بالفعل في العمق سلبية ضد الهجرة والمهاجرين ومهمشي ضواحي المدن الكبرى وخاصة في فرنسا. شكرا جزيلا لك إدريس القري الناقد السينمائي، كنت معنا من الرباط، شكرا لحضورك معنا. حقق فيلم بيت الروبي لمخرجه بيتر ميمي أعلى إيرادات الأفلام أيام العيد، حيث تجاوزت لحد الآن 71 مليون جنيه مصري. اللافت أنه خلال يوم واحد حقق الفيلم 10 ملايين جنيه، وهو ما يعتبره متابعون رقماً قياسياً في تاريخ السينما المصرية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الناقد الفني محمد عبد الرحمن. أستاذ محمد مرحبا بك معنا، رغم بساطته لقي فيلم بيت الروبي الكوميدي نجاحا كبيرا أيام العيد، كيف نفسر ذلك؟ يعني بالتأكيد النجاحات أو الأرقام اللي حققها بيت الروبي يعني أثارت تساؤلات لعدة أسباب. أولا هو الحصيلة الإجمالية الآن وصلت إلى 70 مليون، عدت 70 مليون، وما يوازي 54% من إيرادات الأربع أفلام المعروضة في العيد. بالتالي إحنا قدامنا فيلم عمل لوحده أكتر من نص إيرادات الأربع أفلام اللي موجودة واللي كلها برضو أفلام فيها نجوم. أنا بتكلم طبعا على الشباك المصري، التذاكر المصري. الحاجة التانية إنه عمل في يوم واحد أكتر من 10 مليون، وده أكبر إيراد لفيلم مصري في تاريخ شباك التذاكر. طبعا مهم قوي هنا أستاذنا أن احنا نأكد على أنه الخبراء في موضوع الاقتصاد وموضوع أسعار التذاكر بيأكدوا على ضرورة مراعاة اختلاف الأسعار التذاكر والتضخم ومراعاة سعر الجنيه وأشياء من هذا القبيل، لكن رقميا هو محقق على إيرادات. طبعا المفاجأة كانت هو يضع في الاعتبار أنه عرض قبل العيد بأسبوع، وده كان قرار ذكي جدا. بس حتى احنا واحنا بنتكلم قبل بدايه الموسم العيد الفعلي كنا متوقعين ان الافلام الاخرى خصوصا تاج والبعبع هتقرب من فيلم بيت الروبي وبعدين بعد العيد يكمل هو حصد الايرادات، لكن هو فضل يعني متقدم بفارق كبير جدا. التفسير ربما يكمن في انه فيلم عائلي
فيلم مناسب لكل أفراد الأسرة. ولا ننسى أن بطله كريم عبد العزيز تحديدا يتمتع بجماهيرية كبيرة، وليس هذا ليس أول فيلم له يحقق هذا الكم من الملايين. يعني هل هو سبب مباشر شعبية كريم عبد العزيز برأيك في أن يحظى هذا الفيلم بالجماهيرية العالية، بمعنى أنه أحيانا النجم هو الذي يصنع هذه الهالة من حول هذا الفيلم؟ بالتأكيد، ولكن تامر حسني عنده شعبية وعنده جمهور، وأمير كرارة عامل إيرادات كبيرة في أفلام سابقة، وأحمد فهمي أيضا صاحب المركز الرابع والأخير أيضا له إيرادات سابقة. لكن لو يعني مش عايز استخدم كلمة سبب مباشر، خلينا نقول إنه أول الأسباب هو أن كريم عبد العزيز لديه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، ولكن الفيلم نفسه الذين يخرجون منه يقولون أنه فيلم جيد وأنه فيلم يستحق المشاهدة وأنه صارح لكل أفراد الأسرة. كمان هو يمكن الفيلم الوحيد في الأربع أفلام اللي عنده موضوع اجتماعي. احنا كنا متوقعين احنا اللي هو النقاد والمتابعين ان يمكن ده يخليه يتراجع في العيد، لان الناس في العيد بتبقى عايزه تشوف حاجات فيها يعني افيهات اكتر، فيها ضرب واكشن وكده. لكن هو فيلم عنده موضوع اجتماعي بيتكلم عن تاثير السوشيال ميديا السلبي على المجتمع المصري، ومع ذلك لاقى اقبال كبير جدا من جمهور العيد، لدرجه ان انا في احدى دور العرض اللي اتفرجت فيه على الفيلم كانوا بيبدأوا النسخة كل نص ساعة، يعني مخصص أكتر من شاشة. طيب. والنسخة تبدأ كل نص ساعة، فده إداله هذا يعني هذه المقدمة الكبيرة، يعني هو يبقى متقدم بفارق كبير. ألا يمكن لمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي دور آخر في الترويج لهذا الفيلم، خاصة وأنه يتناولهم بشكل أو بآخر؟ كل الافلام بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في ان هي يعني تخلي الناس تعمل ترويج ليها، ويمكن ده حصل اكتر مع تامر حسني. ولكن خلينا نقول عنوان انه هذا الفيلم الجمهور هو الذي قرر ان يدعمه وان يشاهده، يعني لم ينتظر الجمهور الكثير من انه يعني هو داخل اصلا العيد معاه 20 مليون جنيه تقريبا، وجاب 50 مليون جنيه في اسبوع العيد. فده كله طيب. احنا هنا رجعنا للايام لما كان الجمهور بيقبل على الافلام دون انتظار راي احد. استاذ محمد، ما المقاييس التي باتت ضروريه في وقتنا الحالي لنجاح فيلم كوميدي بالنظر للمنافسه الشرسه مع وسائل التواصل الاجتماعي وحتى المنصات الرقميه التي تدخل بقوه؟ سؤال حضرتك بيحمل الإجابة. معظم للأسف الأفلام الكوميدية بقت الناس بتدخل بتحس إن الإفيهات متاخدة من منشورات الفيسبوك، بالتالي لابد من أن تكون يكون الحوار طازج، لابد من أن لا يشعر الجمهور أنه يشاهد ما قرأه على موقع التواصل الاجتماعي. أيضا اهتمام النجوم بأن تكون الكوميديا موظفة بما يتعلق بالسيناريو، يعني فيلم تاج على سبيل المثال بعض الإفيهات مقحمة فيه علشان الإفيه يتقال. محمد هنيدي كتب وهو يعلن عن فيلمه اللي هينزل في الصيف، كتب جملة مهمة جدا انه بيقول لجمهوره انا عارف ان بعض الافلام اللي سابقة ليا ما كانتش بنفس المستوى. بالتالي الجمهور النجوم بدأوا يراجعوا نفسهم، وده مهم جدا انه يبقى عارف انه محتاج يعمل مجهود اكبر عشان يضحك الناس بإفيهات تبقى جديدة مش تبقى متاخدة من موقع التواصل الاجتماعي. محمد عبد الرحمن الناقد الفني كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إلى عالم الموسيقى، حيث أنقلكم إلى لقاء كنت أجريته مع موسيقار شاب يحمل على عاتقه مشروعاً لإيصال التراث العربي الموسيقي بكل تلويناته إلى العالم. مرحب يا مرحب. محمد الكحوم، مشتاقين كثير منذ فترة ونحن ننتظر أن نلتقي بك. يا حيابكم يا سهلا بكم أهل الفكر والفن. لنستمع للموسيقى اليمنية عن أصالتها وكيف حلقت بها إلى العالم. يا أهلا وسهلا بأهل الفكر والفن. من هو محمد الكحوم؟ محمد الكحوم مؤلف موسيقي يمني وعنده طموح ورسالة. كيف كانت رحلتك خلال السنوات الماضية؟ رحلة شاقة.
مقرونة بتوفيق والله الحمد. أنا بدأت في الموسيقى من سن مبكر جداً وأنا صغير. في الفترة الأخيرة ركزت على الجانب الموسيقي لأنه هو الجانب خلينا نقول اللي مش كثير مشغول عليه. في كثير ألوان تراثية، في كثير أشياء ممكن نعملها في الموسيقى ما حد توجه لها واستثمر في هذا الاتجاه، الكل بيستثمر في الجانب الغنائي. فاتخذت أنا مسار أنه أشتغل وأركز أكثر على الجانب الموسيقي. السيمفونيات التراثية مشروع كبير يحمله الكحوم على عاتقه من مدينة حضرموت إلى العالمية. شو هو هذا المشروع الأمل الذي يخرج من عمق الألم؟ مشروعنا هو تحت إطار السيمفونيات، بس أساس المشروع هو عبارة عن مقطوعات موسيقية نقوم باستلهامها من ألوان تراثية موجودة محلية، أشياء شعبية بسيطة، نأخذ هذا اللون البسيط ونعيد صياغته بشكل عالمي نقدمه للعالم بشكل آخر يفهمه كل الناس، ويوصل أيضا كذا رسالة، مش بس مجرد موسيقى، يوصل رسالة في تمازج الثقافات، يوصل رسالة في نقل صورة جميلة عننا كبلد، يوصل صورة في نقل ألوان التراثية للعالم. كثير من الرسائل نوصلها من خلال مشروع اللي نشتغل فيه المقطوعات السيمفونية التراثية. كيف شايف تناغم السيمفونية العالمية مع الموسيقى اليمنية؟ هو هذا اللي خلانا أشتغل أصلاً في هذا المجال، أنه عندنا ألوان موسيقية في اليمن، ألوان تراثية بسيطة، ورؤيتي كموسيقي أحس أنها بسهولة ممكن أن احنا نحطها في قوالب عالمية، يعني يقبل الألوان العربية أن هي تنحط في قوالب عالمية. ما حكاية المايسترو؟ قيادة بشكلها العام يمكن الناس يعني تقول إيش يعمل المايسترو بشكل عام؟ كيف يقود الفرقة؟ هو كيف الحركات هذه؟ بالضبط، بكل بساطة يعني أنا بشرح لك الموضوع بشكل بسيط جدا بس عشان الفكرة. لكل مقطوعة سرعة معينة، يعني سريع، يا أما الواحد يعزف بسرعة وببطيء. مين يحدد هذه السرعة؟ هي إيد المايسترو. لما يقول مايسترو 1 2 3 4 1 2 خلاص كله يحسب، كله يعزف بسرعة هذا. لو ما في المايسترو موجود حيحسب كل واحد 1 2 3 4 بشكل هو في راسه، حيصير في فهذا المايسترو بيشدهم كلهم كسرعة، والإيد الثانية بتشدهم كدخول الآلات. اوريدي هم متدربين وعارفين فين حيدخلوا، تأكيدا عليهم الإيد الثانية بتتأكد عندك الآن، بالإضافة لأنه بيعلي صوت الأوركسترا وبيوطيها، يعني في مكان معين أنا حابب الكل يكون كوي هادي فبتوطيهم، في مكان حابب الكل يكون عالي فبتعطي لهم لفوق. هذه بكل بساطة إيش هي حركات المايسترو وكيف أنك أنت تقود الفريق. أنا طبعا أقود مقطوعاتي اللي جالس فترة طويلة ألف فيها، فأقودها بأنه كيف أنا حابب أسمعها بشكل عام من العازفين. وكمان المايسترو يعطيهم روح، لو هو غضبان فالكل يعزف بغضب، لو هو هادي الكل لما يبتسم الكل يبتسم معاه ويعطيه الروح. هذا الدور الأساسي للمايسترو. Yeah.
كان لديك حفل في كوالالمبور اللي لم تخني الذاكرة في عام 2019، 90 عازفا قدتهم في حفل القاهرة، 120 عازفا عربيا ويمنيا. يعني كيف تستطيع قيادة هذا الحجم الكبير؟ هو احنا بدينا في المشروع بحفلة كوالالمبور، انا بدأت في المشروع بال 2014، بدأت اشتغل فيه وافكر فيه وابدأ الف المقطوعات. اول حفلة طلعنا فيها 2019 هي حفلة كوالالمبور، كان فيها 90 عازف. حفلة القاهرة 120 عازف اللي هي كانت في 2022. الجميل في الفكرة حق المشروع انه احنا بنكتب نوتة، والنوتة هذه اي حد في العالم يعزف نوتة حيقدر يعزف معانا. طريقة قيادة الأوركسترا بشكل عام انه انت عندك نوعين من العازفين، في عازف ما يقرأش نوتة بشكل يعزف بشكل ارتجالي، وهم العازفين التراثيين، لكن عازفي الأوركسترا هم عازفين أوركستراليين بيعزفوا بالنوتة. يا جوهرة قلبيك من أين أجيلاش، يا جوهرة قلبيك من أين أجيلاش. يعني ما هو دور الفنان خلال الحرب والانقسام الحاصل؟ يعني هل يستطيع الفنان أو تستطيع الموسيقى ترميم التشظي اليمني؟ شوف، هو مش انه الموسيقى تستطيع الفكره، ومن خلال تجربه المفروض بشكل عام يكون دور الفنان في اي فترات تعيش بلاده وضع صعب انه هو يكون دوره ايجابي. ما اخفيك احنا مبسوطين جدا انه المشروع اللي احنا بنشتغل فيه هو يعتبر من المشاريع اللي تقريبا كل البلد تجمعت على حبه ودعمته بشكل او باخر وكانت فيه. فرساله الفنان الاساسي سواء كان محمد او غيره انه هو في ظل فترة البلد تعيش وضع صعب إن هو يعطي صورة إيجابية عن بلده. يعني بلدنا اليوم كل الأخبار تطلع عنها أخبار سيئة، فمن منظورنا ومن رسالتنا إنه إحنا بننقل صورة طيبة عن بلدنا للعالم. ما هي طموحاتك؟ بالنسبة لي طموحنا إنه احنا حابين يكون المشروع مشروع عربي، مشروع ينقل الثقافة العربية، الألوان التراثية العربية للعالم. حابين بكرة بعد نطلع حفلة تكون فيها مش بس الألوان اليمنية، الألوان اليمنية والخليجية والإماراتية والسعودية والمغرب وكل مكان. كل مرة نطلع بشكل جديد بألوان جديدة من عمق البساطة العربية إلى العالم. هل هذا ممكن؟ ممكن لو لقى اهتمام معين، حدا من اللي يؤمنوا بهذا فعلا التوجه انه ليش ما يكون عندنا مشروع عربي نقدم ألواننا العربية للعالم في قالب أوركسترالي. هذا هو طموحي لقدام. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج فكر وفن. شكرا لكم على المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء. We'll be right back.